حاضر. امال فين رامي ورشا؟ ما بيردوش على التليفون ليه؟ نزلوا المدرسه من بدري. اهو ساكت اهو. اكيد اللي بيتصل زيه وقفل السكه. يا ترى مين؟ مش وقته يا محمود. يا ستي ما عندنا جهاز اظهار الرقم، هنخسر حاجه. يا محمود احنا مستعجلين وعندنا شغل، يلا عشان تلبس هدومك. طب روحي انت بس كملي المكوه بتاعت القميص وما تدوسيش على الزراير جامد عشان بتسيح. اه طبعا، ما انا الخدامه اللي شايلينها ببلاش. دي نمره الشركه. يا ترى عايزيني في ايه دول؟ الو، ايوه مين معايا؟ ايوه يا محسن، انا محمود. ايه الاخبار؟ انت كلمتني من شويه؟ ايه؟ الشركه اتخصخصت؟ لا 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 لا، يعني الكلام اللي كان بيتقال ده ما كانش اشاعات بقى؟ طيب 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 خلاص، انا هاجي لك انا وساميه دلوقتي، ما دام الملاك الجداد هيستلموها النهارده لازم نيجي نتاكد بكل حاجه بنفسنا. ماشي يا محسن، يلا سلام. القميص اتكوى اهو. ده محسن فهمي زميلنا في الشغل هو اللي كان بيتصل. خير؟ الشركه اتخصخصت، الحكومه باعتها للقطاع الخاص. هما مش بيقولوا ان الكلام ده اشاعات؟ كان اشاعات، دلوقتي بقى حقيقه. يلا بينا بقى نتاكد بنفسنا. ايه؟ هتروح بالبيجامه؟ اه صح، على رايك. مع ان احنا نروح بالبيجامه، اروح بالجلابيه مش اشكال. خوف بعد الخصخصه الواحد ينزل من غير هدوم خالص. يعني ايه استغنوا عن نص العمال والموظفين اللي في الشركه؟ هي خصخصه ولا قطع عيش؟ ما هو ثبت فعلا يا استاذ محمود زي ما حضرتك بتقول ان نص الموظفين والعمال اللي في الشركه وفروعها عماله زايده. عندك مثلا قسم الحسابات والمراجعه اللي احنا فيه، 6 اوض زي الاوضه اللي احنا فيها دي. في كل اوضه بسم الله ما شاء الله فيها 4 مكاتب عليهم 4 موظفين. معقوله يا ناس قسم الحسابات والمراجعه يبقى محتاج دستتين بشر 24 موظف في موظفه؟ معاك حق، هما فعلا كتير. طيب سيبك من العدد، بص للي احنا فيه. احنا 4 خريجين جامعه، منا 3 خريج زراعه. مالنا احنا بقى ومال الحسابات والمراجعات؟ هنرمي ارقام ونجمعها اخر الموسم؟ طب واحنا ذنبنا ايه؟ ما هي القوة العاملة اللي عملت فينا كده، بعتتنا على المكان ده وهم عارفين ان احنا خريجين زراعة، وبالرغم من كده اتعلمنا وفهمنا كل حاجة عن الشغل. وكلية الزراعة اللي احنا قضينا فيها 4 سنين في الجامعة. ياه، انت لسه فاكر؟ ما نسينا خلاص. أنا سمعت إنهم هيخلوا الشغل في المراجعة بالكمبيوتر وهيخلوا عليه 2 موظفين بس. وواحد بس وحياتك يشغله وبسرعة. ومن غير كربون ولا قلم جاف ولا أخطاء ولا شطب. يا جماعة يا جماعة، احنا في سنة 2003، التطور اللي حصل ده كان لازم يحصل من زمان قوي. خلاص يا سيدي، اقتنعنا ان في عماله زايده، هيعملوا لهم ايه بقى؟ يرفدوهم؟ لا طبعا. يرفدوهم ايه بس يا استاذ محمود؟ هيدوهم مكافاه نهايه الخدمه يقدروا بيها يعملوا اي مشروع هم عايزينه. ما تعرفش بقى الموظف اللي هيستغنوا عنه ده هيدوا له قد ايه بالظبط يا استاذ محسن؟ والله حسب خبرته وحسب السنين اللي هو اشتغلها. انا اعرف ان في شركات اتخصخصت ادت لموظفينها وعمالها من 50 ل 70 ألف جنيه. طب والله حاجه كويسه جدا. انا عن نفسي هاخد القرشين اللي هم هيدفعوهم دول واروح بيهم على الصلاحيه. انا واخويا عندنا كام فدان كده كنا خدناهم زمان من الاصلاح الزراعي. على فكره يا جماعه، ابشروا بشاير انتاج السنه الجديده. كل عام الف هنا وشفا. طب والله حاجه كويسه جدا يا سيدي. ربنا يسلمك، ربنا حضرتك. انت اللي زارع ده؟ الصراحه انا واخويا، وعندنا احلام ان ربنا يكرمنا ونزود انتاجنا ونصدر للخارج. نعمل حساب العيال والنفس. عينيا، ده خدامك وخدامك اهو. انا بقى ان شاء الله ناوي القرشين اللي هاخدهم من مكافاه نهايه الخدمه احطهم في الارض. اطور فيها واشوف ايه الاساليب الجديده في الري، واقعد بقى هناك بقيت عمري في وسط الخضره والهواء النقي. طب ومراتك وعيالك؟ معايا طبعا، هاخدهم معايا. ما احنا عندنا بيت صغير بنينه في الارض دورين. الدور اللي تحت فيه اخويا واولاده، والدور اللي فوق مستنينا. هبيع بقى شقتي هنا لصاحب البيت واخد فلوسها واتكل على الله على الصلاحيه عدل. طب ومدارس العيال ومصالحك هنا؟ يا حبيبي انا ماليش مصالح هنا غير الوظيفه، الوظيفه فقط لا غير. العيال طبعا هيخشوا مدارس مع اولاد عمهم. يا جماعه انا رايح مجتمع جديد وراقي، كل شيء فيه جميل، فيه كل الخدمات، تليفونات، مدارس، السوبر ماركات، كل حاجه، مش راح منفى. والله ده حلم جميل يا عم. صباح الخير يا اساتذه. انا صباح الخير يا عبد الله. خد يا ابن رزق. شكرا يا استاذ. الباشا رئيس مجلس الاداره عامل اجتماع لاداره المراجعة كلها في مكتبه. اجتماع ايه ده يا عم عبد الله؟ اجتماع زي اللي عمله بتاع الحسابات. ناس هتستنى في الشركه وناس هتاخد مكافاه وتتكل على الله. ياه، بالسرعه دي؟